منذ أكثر من 16 عام، والإمام المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني يدعو الناس ويعلمهم بآية إدراك الشمس للقمر، والتي تعني ولادة الهلال من قبل الاقتران المركزي للشمس والقمر، فيظهر الهلال في أول ظهور له وقد صار حجمه أكبر وكأنه ابن ليلة أو ليلتين. والسبب هو آية انتفاخ الأهلة التي حدثنا عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والتي قال بأنها آية وشرط من أشراط الساعة الكبرى، نذير للبشر لمن شاء منهم أن يتقدم أو يتأخر. وأما عن سبب حدوث هذا الانتفاخ للأهلة فهو اقتراب كوكب صقر اللواحة للبشر بين زمن وآخر، وبسبب اقترابها الأشد والوشيك هذه المرة بجانب أرضنا يحدث التناوش من الكوارث والتطرف المناخي الغير معهود في جميع أنحاء العالم من فيضانات وزلازل وغيرها، إلى جانب جندي الله الخفي الذي يطوف العالم كورونا كما يسمونه. وأيضا بسبب كوكب صقر المنطلق نحونا وجاذبيته القوية وتأثيره على الكواكب من حوله، حدثت ولادة القمر المبكرة لشهر ذو الحجة، والذي سيكون دليله هو الإبدار المبكر للقمر مساء يومنا هذا. إبدار القمر المبكر ما هو إلا دليل واضح لآية انتفاخ الأهلة ودليل صدق المهدي المنتظر الذي أكد أن هلال شهر ذو الحجة لهذا العام ولد قبل غروب شمس يوم الجمعة ليلة السبت، وعليه فإن أول ليالي البدر هي اليوم مساء الجمعة ليلة السبت، وهذا يفضح علماء الفلك الذين أتوا البيوت من ظهورها وسكتوا عن الحق وهو ظاهر أمامهم وهم يعلمون، ولكنه كبرهم وإعراضهم، فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. أيها الناس، أنتم والعالم أجمع على موعد الليلة مع آية من آيات صدق المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني، وهي القمر البدر في غير موعده. للمزيد من الأخبار المستنبطة من محكم الذكر عليكم تدبر ما جاء في هذا الرابط وزيارة موقع الإمام المهدي الحق ناصر محمد اليماني، منتديات البشرى الإسلامية. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.